الخبر اللي انا هقوله لحضراتكم ده دلوقتي، احيانا احنا في هذه المهنه بتاعتنا، مهنه الاعلام، يمكن حضراتكم بتشوفونا كده على الشاشه بنشتغل، لكن الحقيقه المهنه بيبقى فيها اساتذه، اساتذه كبار، اساتذه بيبقوا اساتذه بالنسبه لنا، ممكن يبقى منتج ويبقى مخرج، يبقى مصور، يبقى موجود معانا، مش شرط يكون قدام الكاميرا، لانه الحقيقه المهنه مش كلها بس المذيع اللي بتشوفوه قدام الكاميرا، لكن في بيبقوا اساتذه موجودين وبيضيفوا للمشهد الاعلامي كثيرا والمشهد الفني كثيرا. واحد من هؤلاء الحقيقه يعني خبر حزين يعني منذ ساعات، وهو رحيل الأستاذ الكبير المنتج والمخرج الأستاذ طارق الكاشف. الأستاذ طارق الكاشف الحقيقة كان ليه سبب في ظهور الكثير من المواهب في مصر، وأنا أحط بنفسي خطوط كثيرة جدا، بل هو من صنع مواهب كثيرة في مصر، وأيضا من صناع العديد من الإعلاميين، إعلاميين كبار جدا وفنانين في مصر. طارق الكاشف مخرج ومنتج كبير، اكتشف الحقيقة أصوات مهمة جدا، وقف جنبها ودعمها، منهم الفنانة الجميلة والصوت الجميل سيمون، فنان هشام عباس، عايدة الأيوبي، قدم كمان فيديو كليب لناس مهمة جدا حضراتكم يمكن كنتوا بتستمتعوا بيها ومش عارفين مين هو رائد الفيديو كليب في البداية. يعني لو انت بتتكلم على أجمل الفيديو كليبس اللي كانت موجودة في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، فانت بتتكلم عن فيديو كليبس حلوة جدا اتقدمت لراغب علامة وسميرة سعيد ولطيفة وهشام عباس وأسماء كتير طبعا، وسيمون، وأسماء كتيرة جدا. طارق الكاشف كمان كان ليه فضل في اكتشاف إعلاميين بيقعدوا كده هنا موجودين على الديسك، وبيبقى له توجيهات الحقيقه في منتهى الرقي. هو صانع، هو موهوب، هو مبدع، هو حاجات كتيره جدا. خبر أليم جدا، وفاه الاستاذ والمبدع الكبير المخرج طارق الكاشف. خليني اخذ هذه المداخله مع الفنانه سيمون. مساء الخير يا سيمون. اهلا بحضرتك يا استاذه شفكي. الحقيقه خبر رحيل الرائع يعني الفنان والمبدع والمنتج والمخرج طارق الكاشف خبر كان مؤلم لينا جميعا. ده حقيقي، انا اول ما سمعت الخبر من شويتين كده يعني ما صدقتش، ودموعي غلبتني الحقيقه طبعا. وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي مقدمه رائعه، بس هو انسان بالظبط كده اللي حضرتك بتقوليه. أنا كتبت البقاء لله أجمل إنسان، أول من اكتشفني وآمن بموهبتي وعمل أجمل شرايطي وأول فيديو كليب في العالم العربي اللي هو كان تاكسي، وأغلب كليباتي كلها هو اللي عملها لغاية ماشية وساعتي مش مظبوطة، إنسان عبقري. وفضلت علاقتنا، وده الأهم، العلاقة الإنسانية بعد الشغل فضلت لآخر يوم مع الأستاذ العظيم طارق الكاشف، وأنا مدينة لي بوجودي الفني كمنتج وفنان وإنسان صحيح. وأصيل كاشف المعادن، فالله يرحمه لأنه غالي وأنا ما بنساش فضله، ولأني لا أنسى الأصلاء، وده مهم أوي. طبعا كلنا الحقيقة يعني كلنا أعتقد يعني إعلاميين كبار وفنانين ومبدعين. طارق الكاشف ليه عندنا يعني حاجات كتير قوي، ورصيد كبير جدا. كلميني عن اول يعني سيمون، انت كمان كنت يعني نجمه كبيره جدا، وكنت الحقيقه بتمثلي الشباب يعني في هذا التوقيت، ما كانش لسه الناس معتاده على الفيديو كليبس، ما كانوش معتادين على الاغنيه اللي بتتصور، وكان تقديم الاغنيه بهذا الشكل كان لسه جديد وحديث، فعشان كده كانت بتقدم بمنتهى الرقي. الحقيقه كل كليباتك كانت احلى من بعض. كلميني عن التنوع اللي كان بيعمله طارق الكاشف، وازاي كان بيقنعك، وايه الافكار كانت عامله ازاي؟ انا اصلا انا ما كنتش هبقى فنانه، كنت في اولى جامعه، وهو اول ما شافني وبص لي وشافني وانا بغني قدامه في المكتب كده، قال لي انت هتبقي نجمه بوب ستار، وهتبقي وحاجات كده غريبه وقتها، فانا ما فهمتش قوي. بس الحقيقه هو غير ان هو منتج عظيم، هو يعني عارفه لما حد يبقى شايف فيكي حاجه ويعملها فعلا، فهو انا كنت فاكره ان الموضوع كده يعني لطيف، انما قال لي انت هتبقي نجمه بوب ستار في الدنيا،
ماشي تمام. مع اول شريط عملناه، لان وقتها كان بيبقى اسمه شريط، صح. قعد يختار الاغاني ونختار ويعمل، قال لي لا احنا مش هنصور عادي، هنصور فيديو كليب زي الاوروبيين. وقتها كان الاوروبيين هم اللي بيعملوا فيديو كليب، العالم صح العربي ما كانش لسه، كنا صحيح بنصور كده في المسارح. صحيح فالحقيقه حتى الطريقه في تصوير البوستر اللي بيعمله، كان البوستر بيتباع، يعني انه صح يصور فوتوشوت، ازاي يعمل فوتوشوت. وهو ميزته انه كان بيستفيد مش بيستغل الحاجات الطبيعيه اللي فيا. يعني انا وقتها ما كنتش بعمل شعري، ما كنتش بعمل حواجبي، كنت بحط مكياج خفيف قوي، بلبس بطريقه بسيطه جدا. فهو ما جاش قال ايه، لا 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 انا عايز اغير ده، لا بالعكس، ده هو استفاد بطبيعتي الطبيعيه في ادخالها في الفن عشان تبقى نوع جديد على المتاح وقتها. فالراجل ده وده اللي كان قريب من الناس بالنسبه لك يا سيمون. الناس جدا، لان كان وطول شباب الوقت فعلا. احنا بنحس ان انت البنت المصريه اللطيفه البسيطه اللي ممكن نشوفها ببساطه في النادي في الشارع، يعني عايشه معانا يعني. هو الحقيقه ميزته فعلا كطارق الكاشف كمان، ما كانش طريقته في التحدث ولا الكلام، انا المنتج، ما عندوش. يمكن كمان من ذكائه انه قدامه شخصيه من اول يوم لغايه دلوقتي، انا شخصيتي ما اتغيرتش، عندي نفس الشخصيه. صحيح فهو ما بيتكبرش، أبدا، بيتكلم بهدوء بلطف بلذاذه، بيقنعك رقي، كان بكل عنده شيء، رقي عالي جدا. عنده رقي. ولغايه فضلنا سنين مع بعض لغايه اما امور الشرايط اتغيرت والدنيا اتغيرت وظهرت حاجات بقى مختلفه ويوتيوبات، بس فضلنا اصدقاء. حتى لما هو ساب الموضوع خالص فضلنا تربطنا صداقه جميله جدا. وفي الوقت نفسه مؤخرا كنت انا عامله عندكم حفله على الهوا، هو شافها وانا قلت ان هو صانع هذا الكده، فكلمني مكالمه طويله كنت اتمنى ان انا اسجلها. طبعا قلت له، قال طبعا لي، قلت له ما حضرتك، قال لي حضرتي ايه بس، انت تفوقتي على نفسك. قلت له لولاك انا ما كنتش هبقى فنانه. قال لي لا انت عديتي واخترتي وعملتي اختيارات مبدعه بعد كده، لا 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 انت فوقتي توقعاتي بكتير. كان متواضع جدا، أوي كان راجل عظيم جدا. أوي أوي يعني أوي انا أوي بشوف انه ناس اقل منه في حاجات كتير قوي ما بتتصرفش وتتكلم بالطريقه دي. صحيح صحيح، الله يرحمه بجد، هو الله انسان يرحمه رائع. حقيقي يعني وزي ما حضرتك قلتي هو اكتشف ناس كتير أوي. وعمل ابداعات كتير، والاهم فيه ان انسانيته ما اتغيرتش خالص لغايه حقيقي اخر يوم. هيفضل في قلوبنا دايما، وبصماته موجودة في كل ما قدمه المنتج والمخرج العظيم طارق الكاشف. بشكرك شكر كبير جدا الفنانة الكبيرة سيمون، بشكرك شكر كبير.